حتى الاكشن يلي شفناه هلا ب 2024 هو اكشن الناعم، منه هيدا الاكشن الخيالي. هل تعتمد نادين جيم خط الاكشن في اعمالها القادمه؟ خصوصا لمرحله في اشياء بتنحكى ما فيك ما ترد عليها. انا كنت بمهمه وعم نفذ الأوامر المطلوبة مني. نادين اليوم خدت خط لإلك بالأكشن، رح تكفي بهيدا الستيل أو لا رح نشوف كمان زهرة؟ لا سيقبت، يعني سيقبت هيك، مش إنه هيدا خلص it's the new style، يعني سيقبت دور وبيتطلب هيك. وجمهور نادين حبوها بهالستايل مثل أعمالها الثانية اللي دايما بتنافس بقوة. ما بدي أحكي عن مسلسلة بس نجح بشكل كتير كبير، يعني الأرقام موجودة، يعني MBC موجودة وشاهد موجودة والريتنج موجود، وبالعكس يعني الحمد لله الحمد لله انه تكوني انت بالتوب 5 وورلد وايد منا هينه. فما في عمل كامل 100% الكمال لله، بس في عمل بيبقى متكامل بعناصره وحلو وجاذب للمشاهد، وهيك صار ب 2024. وقدام التعليقات الإيجابية كمان في البعض وجه انتقادات حركات الأكشن وأحداث اعتبرها البعض بعيدة عن الواقع. وبتسدي لبوزك مين عم بتقول اسمي بوزك؟ بأهم الأفلام الأجنبية وأنت بتعرفي أنا ما عم دافع، حتى أنا وقت كنت أحضر أفلام أجنبية لتوم كروز ولا 007 ولا أنجلينا جولي ولا مين ما بديك، كان أوقات يصير في قصص يعني صراحة أنه من النج الخيال، صح؟ مع أنه أنا بالنسبة لي وعم بحكي ضميرياً أنا هيدا الأكشن يلي شفنيه هلأ ب 2024 هو الأكشن الناعم، منه هيدا الأكشن الخيالي يلي بتنزل من الطيارة بتضل هيك شعراتها عرفتي ما تحركوا وبتكلها رصاصة بتفوت وبتظهر بس هي ضلت، يعني عرفتي ما شفنا هيدا القصص الأوفر. أنا بكل مسلسل بصير في عليه جدل، يعني بيطلعوا اللي عم يحضر ليراقب الهفوات الصغيره رح يضل عم يحضر ليراقب الهفوات الصغيره ويكبرها ويبهرها ويعمل منها قصه، واللي عم يحضر لانه حابب يحضر ينبسط ويستمتع بتلاقيه انه بغض النظر عن هالاشياء. ما لقيت بحياتي انا مسلسل او فيلم كامل وبحياتي ما زبطت معي يعني. ومش بس بالاعمال، فالنجوميه الكبيره دائما لها ضريبه، فصحيح انه نادين بتملك فان بيس ضخمه بتدافع عنها دائما، بس بنلاحظ كمان انها بترد بنفسها على بعض التعليقات السلبيه اللي بتطالها. على أنا برد 1% من أصل 99. المشكلة أنا ما برد، هني بيهاجموا زيادة عن اللزوم، يعني في مطارح واحد بقول أوكي بلا 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 وهيدا إغنور 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 وخلاص شو بدنا شو بدنا شو بدنا، خصوصا لمرحلة في إشياء بتنحكى ما فيك ما ترد عليها لأنه بتكون عم تأثر سلبا على اسمك ومركزك وشغلك، فهون يجوز أنك تردي. وأوقات كمان إذا ما بترد بفكر أنه هو على حق، في ناس بترد في ناس ما بترد، في ناس ما بعرف، هي في عالم تطلع بمقابلات، شو حلو صوت الكنيسة، في عالم تطلع بمقابلات يعني صارت تجيب سيرته، يعني شوفي لوين، حتى إذا أنا غايبة عم ينجاب سيرته، وقات عم ينجاب سيرتي بطريقة سيئة حتى نعمل ترند، ما كمان هي قصص إتيكلي مانا مزبوطة. وصحيح أنه 2024 تطلب من نادين الكثير من اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية، لكن هالشي ما كان سبب خسارتها الكبيرة للوزن. كتير ضعفاني نادين. يعني هيدا لا تحضير ل 2024 او قد ما حضرتي وعملت سبار وتمرنت ضعفت؟ لا لا، هي صارت انه انا يعني بعد الانفجار قطعت بفتره صعبه وصار عندي شويه خربط بالهرمونز واخذت ادويه فانصحت 12 كيلو، وهيدا الشيء بين كثير على وجهي وعلى جسمي وعبيت مي كثير، ووقت العالم صارت انه منفخه ما عملت تجميل، قلت تبع انه راحوا بمخيلتهم لبعيد، هي انفكت معبيه مي كثير، فاخذت قرار قلت انه لا لازم الاقي حل، وقفت الأدوية وعملت دايت كتير قاسي واشتغلت على حالي وشوي شوي ضعفتهم، يعني نزلتهم كلهم رجعت مثل رجعت سمول.